شوفوا الفيديو حتى الاخر، راه غتعجبكم طريقه مربى التين اللي كيجي رائع وشهوه منه. في هذا الفيديو كاينه هذه الوصفه هذه. السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم جيت نتقاسم معكم الطريقه ديالي في تحضير مربى التين او الكرموز المسلمين. وإلا كان كحل، حنا عندنا في النواحي ديالنا كنقولوا ليه الباكور. وانا جيت نتقاسم معكم الطريقه ديالي الصحيحه ديالي انا اللي اخترعتها من راسي انا، واللي انا كنحضره في كل سنه. هذه 12 سنه باش انا تعلمت ندير المربى التين اللي هو الكرموس المسلمين، وتيصدق ليا زوين وكيبقى عندي من عام حتى لعامين، وما عمره ما كيخسر في المعلبات. انا كنديرو في المعلبات في القراعي. ودابا جيت نتقاسم معكم الطريقه. اولا اشنو غنتقاسم معكم؟ غنتقاسم معكم غنوريكم شحال عندي من كيلو ديال التين، وكيفاش الطريقه غادي نحضروا. ويلا دابا تمشيو معايا تشوفوا اشنو غادي تحضر لكم السعديه اليوم. بسم الله. بعدا كينا ندير معكم الطابليه ديالي، لانني غادي نغسل في الكرموس. هنايا عندي 6 كيلو ديال الكرموس المسلمين، شي باقي فيه صحيح وشي طيب شويه، انني جبتو انا اللي حيدتو اليوم بيدي، مازال ما غسلتوش. تبارك الله ما شاء الله، صبتو هكذا معسل وحلو حلا من السكر. وجيت نتقاسم معكم دابا هاد 6 كيلو ديال الكرموس، غادي ندير في كل كيلو 300 غرام ديال السكر فقط، لان الكرموس نتوما كتعرفوا بالله هو غني بالسكر. عندي 6 كيلو غندير فيهم 100، غندير فيهم كيلو و 800 غرام ديال السكر سنيده، وغندير فيهم 400 مليلتر ديال الماء. وانا ما حاضرش عندي الحامض فريش باش غادي نعصرو، غادي عندي هنايا كان عندي في الكونجيلاتور، كنت نحيدلو ديك القشره ديالو باش نديرها في الحلويات وكنخزنو. غادي نحيدلو هاد اللب ديالو كامل هكذا، وغتزيد عليه واحد شويه ديال الماء، وغادي نطحنو ونصفيه، وعاد غادي نديرو بحال العصير ملي غادي نوريكم الطريقه كيفاش. وغادي ندير 3 العويدات ديال القرفه، هاد القرفه ديالنا ديال اسبانيا ماشي ديالنا ديال المغرب. القرفه اللي كيديروا هنا كيخلطوا بها السكر، كيخلطوا بها السكر عفوا، كيخلطوا بها القهوه بحال هكذا. غندير 3 ديال العويدات ويلا. ها نتوما معايا، دابا غادي نمشي نغسل الكرموس ديالي وانتوما معايا. دواتي اللي غادي نتقاسم معكم اليوم، انتوما غتشوفوا دابا هو باقي، انتوما غتشوفوا كيفاش غادي يرجع. دابا غادي نمشي نغسل التين ديالي. مجدالي الكامله هنا طيب، غادي طيب، ومجدالي الشكر، وبسم الله على بركه الله غادي نحطو غير بشويه في لابابو. لابابو عندي هنايا غير الحام، غادي نعسل دوك اليوم طيبين. شفتو العسل ديالو كيدير؟ شفتو العسل ديالو مع هويا الكرموس في واحد الجيلاطين اللي كتخليه غير كي غنعمر عليه الماء وغسلو مزيان. انا اللي لقيت في الشجره كاين الملح. دابا ملي اخوتي انا كنقطع واحد الكيلو ونص، كنزيد عليه شويه ديال السكر، كنزيد عليه هكاك ما بين جوج طبقات
طبقه ديال السكر. هذاك الحامض غادي نديرو في الاخر. هذا الكرموس اللي هو تين اللي هو عندي طايب بحال دابا. هذا بحال دابا هذا ملي غسلته هو دابا عزلته، هذا طايب. هذا راه ماشي تقولوا راه خامج ولا، هذا راه هكا طايب حلو حلا من السكر. انني قلعته انا بيدي من البلاصه ديال الخدمه ديالي. وهذا صايم غادي نحيد له غير هذا الراس هذا وغادي نديرو بوحدو، لانني هذا غنطيبو وغادي يبقى بحال هكذا صايم. غنعسلو هكذا صايم ونديرو في المعلبات صايم. ودابا غادي نهادي هيا هذا اللي هو طيب، ماشي كنديرو كامل، كنقص منه غير شويه ديال الجلده. دابا هذه بحال هكذا كنحيد منه ديك الجلده الغليظه صافي ونحط، لان هذا ناتورال ما عندوش ما نديرينش ليه البرودوي ما حتى شي حاجه. هذا ديال في لوطيل فين انا خدامه، لان هذا لوطيل فين انا خدامه كاين في وسط ديال الفيرما. ودابا هادشي اللي قدرنا عليه لها اليوم. قالت لي المعلمه ديالي قلت لها واش ناخذ الكرموس، قالت لي خذيه انا دايما تعطيني انا المعلمه ديالي من العائله ديالي. هذا اللي صايم انا ستفتو بحال هكذا وغنزيد عليه عود ديال القرفه، وهذا اللي هو طايب غادي ندير فيه هاد جوج عواد ديال القرفه باش هذا غليظ نحولو هنايا، وغنست عليه السكر كامل وغنزيد عليه هاد 150 مليلتر ديال الليمون الحامض اللي انا طحنته وعصرته، غنكبو عليه وغادي نغطيه وغندخلو الثلاجه 24 ساعه. دابا من بعد 24 ساعه وهو في الثلاجه، هذاك الصين ستفتو هنايا في هاد الصينيه ديال الدجاج ودرت عليه السكر كما شفتوا القرفه. دابا تعسل وطلق ليا داك الجيلاتين ديالو مع السكر، غادي نهزو نديرو في الكوكوت وما غاديش نسد عليه، غادي نخليه يطيب على خاطرو. وهذا اللي هو نقيت منه الجلده شويه حتى هو يتعسل ولا ليا على هاد الشكل هذا. ودابا غادي نديه البوطه الفران يطيب، نخليه يطيب شويه على عافيه مهيله حتى يتعسل ورجع ليا مربى. وهذيك الساعه غادي نقول لكم شحال تعطل ليا فوق العافيه باش رجع ليا مربى اللون ديالو ذهبي. دابا غادي ندفع هذا وغادي نجيب الكوكوت ديالي، غنهز هذا بشويه بشويه وغادي نحطه في الكوكوت صاين. من بعد غنخوي عليه داك السكر ديالو وداك الجيلاتين ديالو اللي طلق، وغنخليه يتعسل فوق العافيه بشويه بشويه هكذا. انا نبغيه هكذا صاين، نتسنى الله ما يتقسمش، انا كيعجبني نقدمه بحال هكذا صاين، كيجي زوين وكيجي راقي. وتقدروا ملي يتعسل يولي يولي بحال فوقه بحال الكراميل وتبدل اللون، تقدروا تخضروا به اللحم ديال البقري، يتيجي مع اللحم ديال البقري اللي حنا كنديرو باش نديرو معاه البرقوق. ولا كاين اللي كيطيب اللحم ديال البقري، دابا نتقاسم معاكم شي نهار، كيطيبو نص طيبه وكيدخلو الفران يتعسل يتحمر يولي محمر، وهاديك الساعه نزيد تيزينوه بهاد الشريحه هنايا بهاد التين هذا، كيجي زوين وكيجي واحد المنظر وكيجي واحد كتجي واحد الاكله اللي هي ديال اكله ديال الضيوف. دابا ملي بدا تيطيب لنا هكذا يدير الكشكوشه، البنات او الاولاد اللي هما كيديروا اللي كيطيبوا اللي عزيز عليهم الطياب، يحيدوا له الكشكوشه هكذا من الفوق. شوف كيف ولات، تبدل له اللون ولا له اللون ذهبي. حيدوا له هاد الكشكوشه هادي غير بشويه هكذا، من بعد ما غاديش تبقى. هذا هنايا ديال الكوكوت، هذا اللي درته في الكوكوت لان الكوكوت عاليه ما دارش الكشكوشه بزاف. هذا اللي هو صايم، فرق ما بين الاخر واخا نفس الطريقه. المهم غنغطي غير بحال هكا، ما غنسد عليه ما والو، لكن ضروري التين تيدير الكشكوشه هو والفريسه هو الفريز. ملي كنديروا الفريز حتى هو ملي كنديرلو كنديروا مربى حتى هو كيدير الكشكوشه. غير تحيدوا هذه من الفوق صافي، راه ما غاديش يبقى يدير. ها هو كيتعسل، شوف كيجي شوف كيتبدل اللون ديالو،
ما كيبقاش خضر، كيولي ذهبي صفر. دابا ها هو طاب ليا المربى ديالي ديال التين، هكذا خرج معسل، قرب عندكم شويه طنجره. دابا غادي نعمرو في المعلبات، هذا ديال الكوكوت لي هو صايم، قربوا تشوفوا اش كيدير. انا غنعمرو في المعلبات، غنسرب شويه في التبسيط باش غادي تشوفوا. عندي هنايا القراعي مغسولين نعمر فيهم، من بعد غادي نطيبهم، نهز ونعمر يجي زوين ولذيذ لذيذ. انا ما بغيتش نطحنو، وانتم لو بغيتو طحنو طحنو، انا ما بغيت نطحنو، ما بغيت نخليها هكذا طراف، كيعجبني هكا طراف. والا بغيتو نتوما طحنو طحنو. انا ساليت خزنت هنايا، خرج ليا 7 ديال القراعي. هاد القرعات جوجات كيهزو 414 غرام ديال المايونيز. انا ملي كليت مايونيز خزنتهم، عقمتهم وخزنتهم. وهادو ديال الكونفيتير ما عقلتش شحال كيهزو، وهادو بثلاثه انا شارياهم، هادو بثلاثه شريتهم. وهنايا كيفاش قدمتو مع الطوست اللي بغى يفطر به في الصباح، هنايا بحال كدرتو مربى شويه مطحون، وهنايا صايم باش غادي اللي بغى ياكلو هكذا يديرو تحليه، واللي بغى يزين به اللحم بحال البرقوق كيتزين به اللحم من الفوق، اللحم البقري كيجي معاه زوين. وهذا هو تقدروا ديروا به تحليه بارده، انا غادي ندير لكم به التحليه تشوفوا كي كيجي، راه كيجي رائع رائع مع التحليه بارده. وصافي هذا هو كما كنقول الطوكي فينال ديالي. دابا غادي ندخل هاد القراعي هادو، غادي نعمر هذيك الكوكوت ديالي بالماء، وغنحطهم في الكوكوت، وغادي نغليهم 20 دقيقه، وهو كيتبخ عليهم الماء، وفي الاخر غنخزنهم، غيبقاو لكم عامين 3 سنين 4 سنين ما عمرو ما يخسر. وصافي هذا هو المربى ديالي ديال التين اللي كيجي رائع وشهوه منه، وكيجي زوين زوين. وما نحتاج نقول لكم التين فيه بزاف ديال الفيتامينات. هذا خرج ليا المربى ديالي، خرج زوين، هذا اللي صاين تقدروا تخضروا به الحمد البقري. وهكذا في القراعي كيبقى من عامين حتى لثلاث سنين، خزنت هادو 7 ديال القراعي. هذا هنايا شويه خليته ماشي ما طحنتوش غير بالمعلقه، وهكذا تاكلوه مع الطوست وديروا به التحليه. هذا كيجي به التحليه بارده تتجي زوينه زوينه. من بعد غادي ندير لكم الوصفه ديالو تشوفوا كيف. وما تنساوش اخوتي تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، دعموني نزيد القدام. كنشكركم جزيل الشكر. هذه هي الوصفه ديالي ديال مربى التين، تتجي رائعه وشهوه منه. وديروا دويره في القناه غادي تعجبكم المحتوى.